انت متاكد ما اجى من الربيع؟ لا ما اجى والله العظيم. الله قال بيقول والله قال بيقوله والله. بس اجي قاطع كده اديلك شفته بالعكاز ده خشمه عشان تاني يصفر لي بعيونه. هو الليله لو جابه جاي بس الله غضب عليه. ده عذاب يا اخي، ده عذبنا يا اخي. اللاعب بتاعنا منفرد يا اخي، منفرد جاري كده ده خلاص. ده هو الجون، هو الجون. يصفر يا اخي، يقول سارق يا اخي. صفر شنو يا اخي؟ يا اخي ده قدام ضربه جزاء بعد الزان المغرب يا اخي. ده خلانا تمينا المباراه من غير حارس. في مباراه من غير حارس يا اخي؟ والله انا شفت لي يومين، شفت انا موزع له كل المشجعين، اثنين عند الناس حببته، اثنين في الاستاد، اثنين شفته جنب الدكان اللي بيقعد فيه. انا هنا الليلة بس الله يلمني فيه، الله يعمل فيه عمليه. انا خلي لي بجيه لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بجيه لك انا جيه. خلوا لي يجي جاي. خليهم عباس امس ها عن صاحبك. انا الحق الحق. أصلا ما أقول والله، أصلا ما أقول. الحلة كلها ملقمة يا أخي. يا أخي الحكم يا أخوان، الحكم يعني ما حكم كورة يعني ما أكل إيش؟ أنا حكم يا أخي والله حرام أصلا. يا الله يا الله ما معقول والله، بس ما معقول. انا ما حكم يا اخوان، انا حكم، انا حرامي والله الحرامي بالرأفة. سكينة عملت شنو؟ حكمت لي كورة وبس يعني؟ اذا ما حكم كورة ولا شنو يعني؟ لكن ده يا اخوان ما اكل عيش كمان. شرب لنا شوبين يا ربي، شرب لنا مويه، شرب لنا مويه. الواحد بقى المويه يشيله وهو بيتلفت. الله احسن زود خارج بالراحه كده ويشوف له مكان تاني. اخيرا الزول وصل لبيته. ده المكان الوحيد الزول حيلقى فيه الطمانينه. يا الله ونعيم. ايوه عليك الله في ذمتك. وايد ده بدك تحمل